نهار 8 ماي قلعت من استاد عبد الحق النوري، وكانوا بزاف ديال المغاربه اللي في امستردام تستقبلوني ولو كونسيل، ومن بعد قطعت لا هولندا بلجيكا، من بعد فرنسا كلها حتى لباري، واستقبلني كذلك لامباساد ديال المغرب في باري، ومن بعد قطعت هولندا بلجيكا فرنسا كلها من الفوق حتى لتحت، واسبانيا حتى هي من الفوق حتى لتحت. تعذبت شويه في الجبال في لي بيريني وفي الاندلسي كانت الحراره حتى 42. من بعد دخلت للمغرب، وكل بلاد اللي لحقت فيها كاع السفراء ديال المغرب استقبلوني في امستردام في باريس. شحال استغرقت هذه الرحله من امستردام لدكار؟ ودرت اليوم 51 51 اليوم اللي قلعت من امستردام لهنا. ودابا قلت لكم هولندا بلجيكا فرنسا اسبانيا والمغرب، هذه البلاد الخمسه، بقى لي الموريتاني والسنغال ان شاء الله. وهذاك وهذه هذه المباراه درتها ضد جميع العنف، جميع العنف، ماشي قد مرض المراه، لا كل شيء. راه الواحد اللي كيلوح قاعد في الزرقاء راه ضد العنف، ضد الطبيعه. هذا الشيء اللي درت انايا كونتر توت فورم دو فيولونس، زعما جميع العنف، وباش نعطي المثال للناس. شوفوا انايا اللي عندي 68 عام وهت البسكليطه وقاطع غادي ندير 6000 كيلومتر، باش الناس اللي صغر مني يتحركوا واللي قديته ما يتحركوا. راه ما كاينش ما احسن من الرياضه، الرياضه راه كتغسل العقل، والرياضه كديك بعيد، والرياضه كتبقى مزيان مع الناس. ومني جيت والناس فرحين بيا، زعما وكنشكر الناس كلشي. اكادير اليوم اكادير، وان شاء الله غادي نمشي، غادي نكمل الطريق طريق العيون كركارات، وهي كذلك انا الزراي ديال المغرب باش نقطع الصحراء المغربيه، لان ديما معايا خصنا ديما انا بدات نبدا كما كتشوفوا سمحوا لي، ديما الرايه المغربيه راه هازه معايا، نقطع بها ان شاء الله حتى الصحراء حتى الكركارات ونكمل. فوالا الرحله ديالك ما كتلقاش مشاكل يعني في العبور من دوله لدوله؟ لا لقيت المشاكل في الجبل في البيريني، لان كنطلع البسكليطه تاعي كدير 30 كيلو، وفي الاندلسي كاينين طلع والحراره، ملي كتكون الحراره وطلع دونك القلب كيخدم ثاني اكثر. سينو ما لقيتش زعما البسكليطه ما خسرات لياش، وانا البارح حسيت شويه بلا، اول مره البارح درت ملي جيت من مراكش لهنا، اول البارح شويه لقيت راسي شويه عيان. هادي 51 سي نورمال، ماشي ماشينا ولا بدا واحد الوقت، الحمد لله صافي. ولكن ملي اليوم نعست شويه، كنا ما كنوض مع 5 الصباح، كنوض مع 6، واليوم على قبلكم باش حيت واحد عطيتوني الديبار مع 11، دوك نعس حتى 8 اليوم، راه نعس مزيان اليوم وان فورم.